ومعنا صهيب الجابر، صحفي في شبكة فرات بوست من الحدود السورية التركية. أهلا بك سيد صهيب. يعني بداية، ما هو الوضع الميداني شرقية دير الزور بعد إعلان قسد عن استئناف حملتها؟ بداية أحييكم السادة مشاهدي حلب اليوم. الوضع الميداني هو استئناف من قبل داعش لهجماته، استطاع استعادة غالبية المناطق التي فقدها خلال هجوم قسد بتاريخ 10 من سبتمبر الماضي. هنالك حالة من التخبط داخل صفوف قسد. قسد أعلنت عزل قائد مجلسها العسكري في دير الزور، واستبدلته طبعا بعدد من القياديين بالتزامن مع مفاوضات مع تنظيم داعش كانت قد بدأت خلال الأيام الماضية. ثم بعد ذلك إعلان من التحالف الدولي لاستئناف العمليات العسكرية ضمن العملية للقضاء على تنظيم داعش شرق الفرات. طبعا أسباب توقف العمليات العسكرية ليس الضربات التركية بحسب المعلومات التي وصلتنا، هو ليس الضربات التركية شمال شرق سوريا على وحدات بي واي دي كما صرح مسؤولو الوحدات الكردية، وإنما الخلافات الداخلية في صفوف الوحدات الكردية بعد خسائر الباغوز والسوسة بتاريخ 26 من أكتوبر الماضي خلال المعارك في ما هي هذه طبيعة المنطقة. هذه الخلافات صهيب، إن كان لديك معلومات حول هذا الأمر؟ الخلافات أتت بعد الخسائر التي منيت بها قسد بعد خسائرها في مناطق الباغوز والسوسة بعد هجوم تنظيم الدولة داعش على المنطقة، وأسر عدد كبير من مقاتلي قسد وقتل عدد آخر، ما أجبر قسد أيضا إلى الدخول بهذه المفاوضات للحصول على جثث المقاتلين. لذلك هنالك حالة نستطيع أن نقول من الارتباك داخل صفوف قسد. وأيضا التحالف الدولي بحسب المعلومات التي وصلت أيضا زار وفد من التحالف الدولي البارحة مدينة الرقة في حي المشلب، وزار أيضا قاعدة منبج التي طبعا تتواجد فيها الوحدات الكردية في محاولة لإعادة ترتيب الأوراق لبدء هذا الهجوم الجديد بحسب التصريحات من التحالف الدولي. أيضا وصلتنا معلومات عن حملات اعتقال شنتها كل من قسد ونظام الأسد في المحاميدة في الريف الغربي عن طريق قسد، وفي الريف الشرقي وأجزاء من الضفة الغربية في الريف الشرقي عن طريق نظام الأسد والميليشيات الطائفية تحت ذرائع البحث عن خلايا نائمة لتنظيم دولة داعش في هذه المنطقة. أيضا هنالك استشهاد لعدد كبير من المدنيين بغارات التحالف التي لم تتوقف حتى في ظل الخلافات الداخلية بين قسد، لم تتوقف هذه الغارات وأسفرت عن مقتل عدد من المدنيين بينهم أطفال. أيضا وصلتنا أخبار مؤكدة من عن هذه المجازر التي ترتكب البارحة تحديدا. في الحسكة أيضا هنالك تحركات من قبل الأسايش التابعة للوحدات الكردية أبلغت أهالي حي الفيلات بضرورة إخلاء المنطقة بسبب عمليات حفر وإنشاء خنادق، ويبدو أنه أيضا مخازن وأوكار سرية تحسبا للعملية العسكرية شرق الفرات في هذه المنطقة. ووصلنا أيضا خبر عاجل عن إلقاء قنبلة يدوية مصنوعة يدويا، هذه القنبلة من قبل مجهولين على أو أمام منزل مدير الأسايش التابع لقسد في مدينة الشدادي أيضا في ريف الحسكة الجنوبي. يبدو أن الوضع متوتر الآن، خاصة أن التنظيم لا يلقي بالا لكل هذه المفاوضات وهو مستمر في هجماته حتى في ظل المفاوضات. وطبعا هنا لابد من صهيب، تنويه. هنا يعني في ظل كل هذه الأمور واقتراب المعركة، كيف أو ما هو حال المدنيين، وهل هنالك إمكانية لخروجهم من مناطق سيطرة تنظيم الدولة لكي لا يكون هنالك ضحايا ربما؟ هنا لابد طبعا كما كنت أقول من تنويه، لأن هنالك عدد كبير من المدنيين ما زالوا محاصرين من كل الأطراف في هذه المناطق. صراحة لم يتم التحدث حتى اللحظة عن تأمين مخارج آمنة لهؤلاء المدنيين، على عكس التصريحات التي هي مكثفة نستطيع أن نقول من متحدثين باسم التحالف الدولي عن أنهم سوف يستأنفون هذه العملية وعن التطورات الميدانية، بينما تناسوا تواجد هؤلاء المدنيين واصفينهم بأنهم منتمين للتنظيم طبعا، وهذا شيء غير صحيح. مثلما متواجد بالفعل مناصرين للتنظيم ومقاتلين للتنظيم في المنطقة، هنالك أعداد أكبر أيضا من المدنيين لم يتم تأمينهم هؤلاء المدنيين، ولم يتم تأمين حتى مخارج آمنة لهم من مناطق نفوذ داعش، وهم يرغبون بشدة بمغادرة هذه المناطق، ولكنهم لا يستطيعون بأنهم من يخرج من هذه المناطق يجابه دائما باعتقال أو احتجاز كما حدث في مخيم البحرة لأعداد كبيرة من المدنيين من قبل قسد. يحتجزون وتفرض عليهم أتاوات ويفرض عليهم واقع معيشي كارثي صراحة. شكرا جزيلا لك صهيب الجابر، الصحفي في شبكة فرات بوست، كنت معنا من الحدود السورية التركية.